بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى عدد كمال الله وكمال قربك مالي. اللهم صل وسلم وبارك سعدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال قربك مالي. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يفنى بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. على هذه الشهادة نحيا وعليها وبما نبعث إن شاء الله من الآمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. الحمد لله رب العالمين. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا ما أرضى مولاه ب
بما التزما طوبى للنفس بتقواها. رمضان يكفر ما فرط من أمر الناس وما اختلط، فعسى من عفو الله عطى في دنيا الناس وأخراها. رمضان تجلى ابتسما طوبى العبد إذا اغتنما أرضى مولاه. بما التزم طوبى للنفس بتقواها. وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأزكاها، وأبو بكر بخلافته قد زان الدنيا وحلاها. رمضان تجلى طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه. بما التزم طوبى للنفس بتقواها. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب، فيا ديا لها دبيب، وألهمني لذكرك طول عمري، فإن بذكرك الدنيا تطيب. يا الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيها الإخوة، هذه الآية تتخلل آيات الصوم، هذه الآية تتخلل آيات الصوم. تعرف آيات الصوم فيها إيش؟ الأحكام، أحكام الصوم. فسبحان الله، خلال هذه الآيات تأتينا هذه الآية لتردنا إلى حقيقة هذه العبادة. العبادات مطلوبة، لكن جوهر العبادات يا أخواني هو الدعاء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. الصوم مو عبادة، الصلاة مو عبادة، الزكاة مو عبادة، الحج مو عبادة، المخ. لذلك قالوا: يطلق المخ على خالص الشيء، يطلق المخ على خالص الشيء. فخالص العبادة شو هو؟ الدعاء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أياما كلما نودي أجاب، ومن بجلاله يمشي السحاب، ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا،
وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقابة. ما أجمل الدعاء يا أخواني، الدعاء الذي يكون خالصا من القلب، الدعاء الذي يكون فيه الحضور مع الله عز وجل، الدعاء الذي يكون فيه التضرع، لاحظ التضرع والخشوع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والله عز وجل في القرآن ضرب لنا أمثالا في الدعاء. أنا كثيرا ما أطرب وأنا أصلي في ليلي وبين يدي مولاي عندما أتلو من القرآن دعاء زكريا في سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء، لاحظ الآية، نداء خفيا، من سمعه؟ الله، نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني. دائما أنت فقير إلى الله، تظهر فقرك أمام غناه، تظهر ذلك أمام عزه، تظهر ضعفك أمام قوته. لذلك إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أنا عندما أقول يا الله لا أشقى، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء سلاح المؤمن. أنت بأي شيء معك سلاح، لا تخاف، معك الدعاء، أنت ما لك موصول بالله، بالله عز وجل. الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. إذا الله أعطاك الدعاء وألهمك الدعاء هذا عطاء عظيم من الله عز وجل. ما لم يقل الله عز وجل واسألوا الله من فضله، ما رب العالمين لك واسألوا الله من فضله، عندك هذا الحال بالدعاء؟ عندك يقين بالدعاء أن الله عز وجل هو الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يا أخواني نحن في شهر الصيام، شهر استجابة الدعاء، الدعاء مطلوب من الصائم، الدعاء لا من الصائم مطلوب، الصائم الحديث دعوته مستجابة حين يفطر، وفي رواية حتى يفطر، معناته ما دام أنت صائم بتقول له يا الله إلك إن شاء الله إجابة عند الله عز وجل. لكن أحيانا الواحد بيستعجل، إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا كيف يعجل؟ يقول دعوت فلم يستجب لي. لا تقول فلم يستجب لي، أنت بتدعوه هو يا رب العالمين بيختار لك، ما أنت فوضت أمرك إلى الله عز وجل، فهو بيجيبك كما يريد لا كما تريد، وفي الأمد الذي يريد لا بالأمد الذي تريد. فأنت قلت يا الله، قلت له يا رب، هو لا يردك، فما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم. ما بده يكون في دعائك إثم أو تدعي على أرحامك أو تدعي على أقاربك، لا، تدعو دعاء ليس فيه إثم. والله رايع على الكعبة، والله في واحد سمعته عم يقول رايع على الكعبة، والله خصوصي أول ما تصل إني أشوف عيون الكعبة اللي أدعي عليه، إن شاء الله أول ما تروح عند الكعبة بدي أدعي على فلان، على فلان وين؟ إن الكعبة المشرفة. لا بدي يكون في إثم ولا بدي يكون في قطيعة. فما دمت دعوت بدعوة أو بدعاء ليس فيه إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاك الله إحدى ثلاث، إما أن يجيب الله دعاءك، يعطيك، بدك زوجة أعطاك زوجة، بدك الله يقضي الدين عنك قضى الدين عنك، أو أن يكشف عنك من السوء بمثل ما دعوت، يكون في بلاء نازل. يا أخواني ورد في الحديث أن الدعاء والبلاء يعتلجان في السماء، يكون في بلاء نازل وفي دعاء عم بيطلع يا الله، يعتلجان في السماء ولا يرفع
البلاء والقضاء إلا الدعاء، وكله بعلم الله سبحانه وتعالى. فيا الله بيجي سبحانه وتعالى يجيبك، أو أنه يكشف عنك من السوء مثلها، أو أن يدخر لك هذا الدعاء إلى يوم القيامة يعطيك الأجر والثواب. ففي أناس يوم القيامة يأتيهم حسنات، يا رب من أين هذه الحسنات؟ فيقال هذا بالدعاء الذي كنتم تدعونه في الدنيا ادخره الله لكم أجرا وحسنات إلى يوم القيامة. فيقول يا ليتنا لم نؤتى الإجابة في الدنيا وادخل لنا هذا الثواب للدعاء إلى هذا اليوم، لعظيم ما يرون من أجر الدعاء غدا يوم القيامة. ما توفي معك ولا من وفي معك؟ الله أسأل دائما يقول يا الله، الله أسأل أن يفرج همنا، أن ينفس كربنا، فالكرب لا يمحوه إلا الله. وبدك دائما تتوخى مواطن الإجابة وساعات الإجابة. إن جل خطب في عنا خطب، في عنا هم، في عنا كرب، في عنا سؤال، قم له سحرا وقل مستنجدا بعظيم ربك ياهو. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، إنه أي الوقت بيكون في الدعاء مستجاب أكثر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الليل الآخر ودبر كل صلاة مكتوبة. جوف الليل الآخر معروف تنزل الإلهي، يا عبادي هل من مستغفر، هل من داع، هل من مبتلى؟ قل له أنت يا الله، وارفع الأكف إلى الله عز وجل ببكاك وتضرعك. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. دائما يا أخواني بالسجود، أطيل السجود للرب المعبود. ونادوا يا ودود، أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد. بده يكون مطعمك حلال كما ذكرت في الدرس الماضي، يعني أؤكد على هذه الأمور، يكون مطعمك حلال، مشربك حلال. مو تقول له يا رب على الإفطار وأنت المال فيه يعني مخلوط. طلب الحرامة ليش طلبوا؟ ليش؟ قال إلى الحلال ليكثر. فأتى الحرام إلى الحلال فأفسده، جاب المال للحرام، خالطه بالحلال، شو صار كل المال؟ فأفسد هذا المال. بدك تقول له يا رب يكون أطيب لقمتك تكون مستجابة الدعاء. فأنت عم تأكل من مال طيب، وإلك حال طيب مع الله عز وجل، إلك انكسار على باب الله سبحانه وتعالى. أوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن هب لي من قلبك الخشوع. بدي يكون عندك تضرع، بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع. فبحق من أرسلته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا. واحد نزل فيه عضال الداء، ما خلى طبيب غير ما راح عنده. طيب من هو الذي يشفي؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين. اضراعي ليه؟ هب لي من قلبك الخشوع، ومن بدنك الخضوع، ومن عينيك الدموع، وادعوني فإنني سميع قريب. أما سيدنا إبراهيم بدعي، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى أن يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ما شاء كيف رب العالمين أكرم بإسماعيل وإسحاق، شو قال بعد ذلك؟ إن ربي لسميع الدعاء. إذن بالتضرع، بالتذلل، بالإنابة، بالبكاء على باب رب العالمين، أنت تدعو في مواطن الإجابة. يوم الجمعة مثلا أيضا ذكرت لكم ثلث الليل الأخير، دبر كل صلاة مكتوبة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بتلاقي عمل حاله أخذ حذاءه ومشي لك بعد الصلاة، استغفر هيك يصلي على النبي
وادعوا الله وأنت تحمد الله دائما، بس بدك تدعي احمد الله دائما كما ورد، أن تثنوا على الله عز وجل ثم أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال اجعلوني في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره، ورد في الحديث اجعلوني في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره، لأن الدعاء معلق ما بين السماء والأرض حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. فرحم الله من قال أدم الصلاة على الحبيب فصلاته مسك وطيب، أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب، إلى أن يقول ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب. بالصلاة على النبي ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب. فإذا دعوت الله بدك تسأل الله عز وجل في لك شغلة في أمر مهم أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. صلي على النبي بحضور القلب مع النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنا الموجود فاطلبني تجدني. إذا أنت تعرف على الله في الرخاء يتعرف عليك في الشدة، في كلنا عم نقع بشدائد، فأنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن رمت السوى اطلب الله وبس، قل الله ثم ذرهم، وإن رمت السوى فلن تجدني، تجدني في سجودك لي قريبا إلى معناك فاطلبني تجدني. ما أجمل القصيدة مصاغة من حديث عبدي عبدي أتذكر ليلة ناجيت فيها الله، في ليلة من الليالي قمت قلت لي يا الله، كان عليك دين، كان في كرب، كان في هم، كانت زوجتك في حالة ولادة ومسكر الأبواب، قمت قلت لي يا رب ألم أسمعك يا عبدي، ألم أسمعك يا عبدي، أتذكر ليلة ناديت فيها، أتذكر ليلة ناجيت فيها، ألم أسمعك فاطلبني تجدني. أنا الله الذي لا شيء مثلي، فأين ترى فاطلبني تجدني قريب. اللهم يا رب دخيلك تكرمنا يا رب، غفور للعباد ولا أبالي على ما كان فاطلبني تجدني. بس خليك عم تقول له يا رب دائما، لازم الدعاء يا أخواني، والله ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وشوفوا ولن يهلك أحد مع الدعاء. أنا بقولكم اللي بتعود دائما يقول له يا رب، يقول له يا الله، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، يسأل الله بأسمائه الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذا الإنسان يا أخواني بكون موصول بالله عز وجل. دائما بيقول له يا رب، دائما بدعي رب العالمين، دائما يرفع الأكف إلى الله عز وجل. يا إخواني ورد في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والله الله ما بيردها، بس أنت تكون صادق مع الله، كن مع الله، ترى الله معك، واترك الكل لك، خليك معه، وحاذر طمعك، تقول فلان بينجيني وفلان بيساعدني وفلان بيعطيني، لا ترجي من سواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك، اللي زرعك هو بيعطيك، هو اللي بيكرمك، هو اللي بيمدك بمدده. احنا شو يا أخواني، احنا كلياتنا عباده، قلنا يا الله، قلنا يا الله، صلوا الله العافية. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. يا رب أسألك العفو بين الأذان والإقامة، يا رب أسألك العفو والعافية، يا رب أسألك العفو والعافية، يا رب أسألك العفو والعافية. هذا من جوامع الدعاء والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. مر النبي عليه الصلاة والسلام رأى السيدة عائشة رضي الله عنها تدعو تدعو، قال لها يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، قالت ما أقول، قال لها قولي، احفظوا، اللهم إني أسألك من الخير كله، شايفين ما أحلى هالدعاء، من الخير كله عاجله وآجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، بدك الخير أنت، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من جوامع الدعاء، دائما نقول له يا رب، وتقول الدعاء المعروف. النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى إلى هذا الدعاء المعروف، شاف واحد من الصحابة نحفان وجه يا لطيف، الوجه نحيف البدن، قال له لعلك تدعو بدعاء، يعني أنت شيء فيه عذاب إليك أو كذا معنى الحديث. قال له إيه والله بدعي، أنا بقول له يا رب ما كنت معذبي في الآخرة فاجعله لي في الدنيا. قال له يا رب إذا تعذبني بشيء بالآخرة إيه تعذبني؟ قال له عذبني يا من ألا حتى ما أتعذب هنيك. أم قال له النبي عليه الصلاة والسلام معنى القول، وما منا الذي يطيق هذا، حتى يطيق العذاب، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء علمنا يا رب العالمين بسورة البقرة، ادعوا الله بهذا الدعاء. وكم كنا في الحج تذكر، راعى الحج وراعى العمرة، دائما نقول شو ندعي نحن عم نطوف، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد من الصحابة عم بدعي، قال له بما تدعو؟ قال له يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أم قال له فحولهما أدندن أنا ومعاذ، حتى أنا ومعاذ هيك بندعي. الله شو ندعي؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فلذلك يا أخواني الدعاء، يا بدك شو بدك يكون الدعاء؟ يا بدك تسأل الله شيء، ما هيك؟ شو بدنا هلا أنت؟ بدنا الجنة، شو بدنا؟ بدنا الرحمة، أو تعوذ بالله من شيء، يا رب نعوذ بك من العذاب، يا رب نعوذ بك من رفاق السوء، أو يكون الدعاء شو في بينك وبين الله بتخاطبه، مثل ابن عطاء الله لما كان يخاطبه يقول له يا رب مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك، يقول له يا رب كلما أخرستني ذنوبي، أنا يا رب أكون مذنب وعاصي كثير وعامل سيئاتك، كل ما أخرستني ذنوبي، وبيجي بدي أدعيك أدعوك يا رب كلما أخرستني ذنوبي أنطقني كرمك، بتذكر أنك كريم، ما بحس حالي إلا صرت لك يا الله. هذا يعني في طلب، وفي أنك أن تعوذ بالله سبحانه وتعالى، وفي كمان بينك وبينه هيك بتقول له يا رب أسألك حبك يا الله وأحلاها، أحب من يحبك يا رب، بينك وبينه خلي هالعلاقة بينك وبين رب العالمين، تقدر بهالدعاء هيك بينك وبينه بالمحبة بالإنابة بالبكاء، وشو بدك تطلب واستعير، وكمان يكون في هيك حب بينك وبينه، مناجاة كما كان يناجيه الأنبياء، كما كان يناجيه أهل القرب أهل المحبة. لما تقول له رابع العدوية إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، إنما عبدتك لأنك إله تستحق العبادة. هذا دعاء المحبين هيك لرب العالمين، تلاقيهم بدعوه ويناجونه محبة وإقبالا على الله عز وجل. فدائما كما ورد ادعوه ببطون الأكف لا بظهورها، لما بدك تطلب ما بيكون بالظهور، ثم كما ورد بظهور الأكف قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا بالأكف معنى الحديث إيش وجوهكم، قال فإذا فرغتم، الحديث سألوا الله ببطون الأكف لا بظهورها، لا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم إيش فامسحوا بها وجوهكم. فورد في الحديث لدى ندعي إن شاء الله عز وجل كمان أنه لا يجتمع قوم، نحن ما اجتمعنا أنا وياكم لسه، في عندي شيء كتير بس خلص الوقت طولت عليكم، بس والله في بالقلب محبة لله ومحبة لكم، أسأل الله أن ينفعنا. قال لا يجتمع قوم فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أعطاهم الله ما يرجو. أنا بدي أدعي وأنتم شو كنت تقولوا آمين إن شاء الله، الله بيعطينا الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين
ودائما يا أخواني إنه ما ننسى بعض من الدعاء في ظهر الغيب، دعاء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجاب، وأن لك ملك موكل، فإذا دعوت لأخيك ماذا يقول لك الملك؟ ولك مثلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وارفعوا الأكف إلى الله سبحانه وتعالى وقولوا له يا الله. كنا نستطيع بالخير، الله يزيل خير عنا، لما يدعي يقول لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه عند التضرع ما ألهمتني الطلبة. وأذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستعينوا على أمواج البلاء. شايفين شو في عنا بلاء؟ شو كنت تستعينوا؟ واستعينوا على أمواج البلاء بالدعاء، فإن الدعاء يا أخواني ينفع، أؤكد على هذا، إن الدعاء ينفع مما لما نزل ولما لم ينزل. خليكم دائما، وصيتي لكم اليوم وأنا أختم هذا المجلس، يا أخواني لا تتركوا الدعاء، أرجوكم بالسجود، أطل سجودك بين يدي الله وأدعي بعد الصلاة، ارفع إيديك هيك بعد الصلاة وأدعي بالليل، أدعي، لا تستسلموا ولا تيأسوا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد والشكر حق حمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزد من قال يا الله يا الله يا الله حبا فيه. يا رب بجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه. يا رب تكلمنا اليوم عن الدعاء، اللهم يا رب إنا نرفع الأكف إليك ضارعين. يا رب حدثتهم عن حسن الظن بك أنك سميع قريب مجيب الدعاء. فينا المريض يا رب ولنا المريض، اللهم اشف مريضنا، اللهم عافي سقيمنا. هؤلاء يا رب صائمون، تركوا طعامهم وشرابهم وشهوتهم من أجلك يا رب، فأكرم جمعنا هذا. يا صريخ كل مكروب، يا جار كل مستجير، يا جابر المنكسرين، يا رب حططنا رحالنا بباب جودك، حططنا رحالنا بباب عفوك، أنت الكريم يا رب. يا رب ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا، وما كان بيننا وبين خلقك فتحمله عنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حوائجنا فأعطنا سؤلنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. يا رب من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. قولوا يا الله يا الله، نستودعك في مسجد أبي النور في هذا المكان الطاهر، شهادة نعدها ليوم اللقاء، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا جاءنا ملك الموت، ربي يا سيدي وأنت الذي وعدتنا بالإجابة، أطلق ألسنتنا بها عند اللقاء. يا من لا تخيب عنده الودائع، لا تخيب عنده الودائع، نستودعك اليوم في هذا اليوم من رمضان في هذا المكان شهادة أن لا إله إلا الله، ردها علينا يوم الموت. اللهم اجعل خير أمورنا آخرة، اللهم اجعل خير عملنا خواتمة، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، يوم لقائك، يوم نلقاك وأنت راض عنا. يا رب مكسورة خواطرنا، اجبر بخواطرنا، اللهم اجبر بخواطرنا بفجاءة خير من عندك يا أكرم الأكرمين. نحن عبادك يا رب، يا رب نحن عبادك، إلى أين نذهب؟ قلت ففروا إلى الله، وجئنا إليك يا الله، جئنا إليك يا الله، يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى، أقسمنا بك عليك يا رب ألا تخرجنا من مسجد أبي النور إلا وقد أكرمتنا بالجنة، إلا وقد أكرمتنا بفردوسك الأعلى، إلا وقد أكرمتنا أن نكون من الناظرين إلى وجهك الكريم. يا كريم
يا كريم يا كريم، ليس شيء أكرم عليك من الدعاء يا رب، وكلنا يقول يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. اللهم إنك أجل وأكبر مما نخاف ونحذر، أرزقنا خشيتك، أرزقنا خشيتك، أسكن قلوبنا محبتك، أرزقنا حبك، أرزقنا حبك، أرزقنا حبك، أرزقنا حبك، أرزقنا حبك، أرزقنا قربك، أرزقنا الأنس بطاعتك. اللهم لك في كل ليلة عتقاء، اكتب يا رب أسماء الحاضرين اليوم يا رب أننا من عتقائك من النار. اللهم أصلح أزواجنا، أصلح أولادنا، أصلح قلوبنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهل الحقوق علينا وللمسلمين أجمعين. اللهم تقبل منا بسر سورة الفاتحة.